أثار المناقشات قبل عرض. كريم رشحني فيه، هو ده بالظبط ما عايزه، مش عايز أكتر من كده. إيه وبتاعه خلصنا. بس دي مش واضحة هنا في الجملة دي. أنت مشيتي على الريد كاربت في مهرجان الجونة. أنا كنت فرحانة قوي. مذيعة رايا اللبنانية قعدت تقول لك أنت متجوز ومراتك هتغير. بس مراتي ألطف طبعًا من ده. ده ناصح، ده بيصالح مراته دلوقتي. نداء شرعي، انا نزلت الفيديو من هنا، صحيت الصبح لقيته على كل السوشيال ميديا. كان حصل سوء تفاهم ما بينك وما بين الرائعة شيرين عبد الرحيم. قعدت 10 سنين اتعالج بالمستشفى. ايه علاقتك بمحمد صلاح؟ معكم منى الشاذلي الاربعاء الساعه 9 مساء على CBC.